كشفت وزارة الصحة في الأردن عن فتح تحقيق عاجل بشأن خطأ طبي وقع في مستشفى الزرقاء الحكومي ونتج عنه استئصال كلية سليمة لمريضة أردنية بدلا من الكلية التالفة، مما أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الأردني. وجاء بيان وزارة الصحة الأردنية بعد انتشار مقاطع فيديو توضح ازدحاما شديد وفوضى في مستشفى الزرقاء بعدما علمت أسرة المريضة بالكارثة. وفي لقاء مع شقيق المريضة ضحية الخطأ الطبي بثته وسائل إعلامية، أكد أنهم استأصلوا كلية أخته السليمة بدلا من التالفة، وقال شالوا الكلية السليمة. نتابع. أنا خالد الحيوات، أختي لها بترجع مستشفى الزرقاء الحكومي أكثر من شهرين، فوجدوا عندها ضمور في الكلية، فدخلت اليوم على غرفة العمليات، حددوا لها عملية على أساس أنهم يشيلوا الكلية اللي فيها ضمور، اللي نسبة العمل فيها أقل من 10%. راح الدكتور بخطأ طبي شال الكلية السليمة اللي هي 100%. أنا لازم وزير الصحة يتحمل نتائج مستشفياته، بدي كلية لأختي. طفلها الصغير أقل من سنتين وهي موجودة في الآي سي يو. بدي حل، بدي زراعة، لازم ينزرع لها كلية. لازم وزير الصحة يتحمل مسؤولياته في الموضوع. وعرف شقيق الضحية عن نفسه وكشف أن أخته تتابع في مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين، وأوضح وجدوا عندها ضمور في الكلية وحجزوا لها العمليات على أساس أنهم يشيلوا الكلية اللي فيها ضمور ونسبة العمل فيها أقل من 10%. وتابع كاشفا عن الكارثة، راح الدكتور بخطأ طبي شال الكلية السليمة اللي هي شغالة بنسبة 100%. وشدد خالد الحيواتي شقيق ضحية الخطأ الطبي في مستشفى الزرقاء على أن وزير الصحة الأردني لابد أن يتحمل نتائج المستشفيات. واختتم تصريحاته مطالبا بحل لكارثة أخته الصحية، حيث قال بدي حل لأختي، فهي لديها طفل صغير عمره أقل من سنتين وهي موجودة الآن بالعناية المركزة. ويشار إلى أن محيط مستشفى الزرقاء الحكومي شهد تواجداً أمنياً احترازياً على خلفية هذه الحادثة، خوفاً من أعمال الشغب وغضب أهل الضحية. وبعد الجدل الواسع، اضطرت وزارة الصحة الأردنية لإصدار بيان عن الحادث أكدت فيها أنها تتعامل مع خطأ طبي وقع في مستشفى الزرقاء الحكومي أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص. وبيانت الوزارة في بيانها أنها شكلت لجنة تحقيق للوقوف على حيثية الخطأ الطبي، كما لفتت وزارة الصحة في الأردن إلى اتخاذها الإجراءات الطبية للتخفيف من تداعيات الخطأ على المريض. وأكدت الصحة في بيانها أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج تحقيقاتها بكل شفافية فور الانتهاء منها.